بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة معانا يا جماعة هنعمل هيربيس كده بسيط، هو مطلوب مني. أنا كنت عاملة تاج أو هيربيس شكله، ففي واحدة طلبت نفس الشكل بتاعه والستايل بتاعه، أنا عملته بس جودت شوية من عندي. المهم معانا الماتيريال، أنا هقول لكم على طول. الأول أنا بلضم 3 كريستالات في كل فرع، يعني الفرع كله عبارة عن 3 كريستالات زي ما انتوا شايفين كده. أنا عملت واحدة وملفتش، يعني هي لفة واحدة بس، إن أنا أدورها كلهم في لفة واحدة، يعني مش بعمل فواصل بينهم، هم كلهم درجة واحدة أهم. عملت انا كمية كبيرة طبعا قبل التسجيل علشان ايه ما ضيعش وقت حضراتكم. والورقة ديت انا عملتها معاكم كتير، بلضمها من فوق من هي لها خرمين، وبرجع تاني ارجع السلك على السلك اللي لضمته واقوم لفها اللفة دي وبس. انا عاملة من دي برضو كتير، ومعايا انا معايا اللولي طبعا الابيض اللي هو الحجم 10 مقاس 10، بلضم منه كتير 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 علشان انا هعمله على التاج مكان ما انا بلف الوردات على بعض. ومعايا وردة هي برضو، قلت ايه اوريها لكم احتمال ان انا احط منها عفوا، بس انا ما حطيتش منها، ما احتجتش. يعني العمل كله كان شكله متكامل، وكان الهربيس كان شكله روعة. طبعا لضمت انا كتير قوي اهوت، وهسيبه كده على جنب، وهبدأ بقى ان انا اجمع الوردات اللي انا عملتها على السلك. السلك ده يا جماعة اهو 20 سنتي وعشرين سنتي، الايد بتاعتنا 20 سنتي، انا قستها ايدين، يعني هو كده 20 و20 و10 ب50 سنتي. عملت انا الورق كله هو زي ما انا وريته لكم. هحط بقى كل 3 ورقات الفهم على بعض تبقى ايه فرع واحد، كل 3 ورقات فرع واحد بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. الخاتم اللي انا لبسها طبعا انا عملته، ولو يعجبكم وعايزين طريقته قولولي قولولي اشرحها لكم على القناة. وانا عاملة اكسسوارات حلوة قوي قوي ورقيقة، وعاملاها بطريقة بسيطة جدا للي ما يعرفش خالص يعمل اكسسوارات، هيمشي مع الخطوات وهيعملها بكل سهولة، لان انا شرحها بالتفصيل برضو. انا بحب اشرح قوي بالتفصيل، لكن لو في حاجه مطوله زي اللي انا بعملها دي، بعمل بقى وردات كتير او افرع كتير، ببقى اركب موسيقى. بس انا فضلت ان انا اتكلم معاكم المره دي. ما تنسونيش بقى من اللايك وشيروا الفيديو، واعملوا لي ايه سبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد. عملت انا 3 ورقات او الورق اللي انا عملته اهو، وعملت برضو الكريستال نفس الحكايه، 3 ورقات 3 خرزات. هعملها على السلك وهلفها بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت، واحده شمال واحده يمين. نفس 3 ورقات ونفس كمان الكريستال، واحده شمال واحده يمين. طبعا الغالب قوي اللي هو الورق الشجر اللي غالب، لان الكريستال مش كتير قوي، يعني مش مكتره قوي، لان هيبقى فيه كمان لولي، فهيبقى ايه يبقى رقيق كده وما يبقاش فيه حاجات كتير قوي. هقعد الف انا كده بالطريقه ديت لغايه ما يخلص التاج. وبالمناسبه كان في عندي كده كام خرزه كده كريستال فضي، فقمت مطعمه بيهم الهربيس. قلت يتحطوا اهي، يتحطوا كده بس ايه، يعني زي منظر كده، يعني هيدي لمعه وهيدي ايه كمان بعد في الشكل، ان في حاجه ايه مختلفه. هم 5 بس، 5 خرزات اللي انا حطيتهم بس عشان العروسه ما تتحسدش. انا عامله الهربيس ده العروسه في طنطا، هي طالباه مني ان انا اعمله لها نفس الشكل اللي كان التاج الاولاني او الهربيس الاولاني، نفس الهيئه بتاعته، بس انا زودت لها من عندي حاجات. ولما خلصته وبعت لها الصوره عجبها جدا جدا جدا. حتى انا قلت لها لما تتصور بيه او تعملوا بيه، طبعا هي رفضت ان هي تتصور على القناه، طبعا يعني مش مسموح لها من خطيبها او جوزها. فهو انا وريته لكم كده، يعني على ايه، على الراس اللي انا صنعاه، هي راس كده عاملاها زي بالونه كده، وحط عليها طرحه سمراء، وبصور لكم عليها الاشكال. طبعا انا عملت وخلصت اهوت، بظبط بقى الورقات كده على هنا وهنا. بعد كده هبدأ أركب اللولي.
بلف السلك الاول اثبته او امكنه قوي. بعد كده انا مش مرتبه الخرز، مش مرتبه اللولي، انا بركبه كده عشوائي. وبعد ما خلصت خالص انا رتبته بايدي، يعني انا عملت ايه الخرزات رتبتها انا بايدي، اتنين اتنين تلاته، يعني هو بشكل عشوائي كده شكله تحفه. هو لما بيكون محطوط ومرصوص برضو الرصه دي بيبقى حلو، بس انا حبيت يبقى فيه كده ايه شغل في التاج، يبقى فيه حركه كده في التاج، ما تبقاش الحاجه مرصوصه كده زي الورقه والقلم، لا يبقى فيه حركه كده واكشن. يعني انا لما يخلص هتشوفوه شكله حلو جدا جدا. وطبعا ما انساش اقول لكم يا جماعه، انا بوري لكم الحاجات ديت وبشرحها لكم بكل قلبي، دي صدقه جاريه على روح امي وامهاتكم وابويا وابهاتكم وكل اموات المسلمين جميعا، صدقه جاريه على ارواحهم. وبس يعني انا حتى المكسب بسيط جدا جدا، هو حق الماتيريال اللي انا بجيبه حتى لما بكسبه. يعني طبعا انا بكمل الخرز اهو معاكم، انا حتى لما حد يسالنا على السعر انا مش بقول سعر غالي قوي، بقول سعر في متناول الجميع، في متناول العروسه اللي بتبقى يا عيني طفحانه في جهازها، طفحانه في هدومها وفي فستانها اللي مأجراه بالشيء الفلاني او شاريه بالشيء الفلاني. فانا قلت ايه كحاجه مني كده كادو ليها او رأفه مني ليها، فانا بساهم معاها برضو بس بطريقه بسيطه كده واجر رمزي، يعني علشان كده انا مش بغلي الحاجه بتاعتي وكلهم بيحبوها عشان كده، وبعملها باتقان وبعملها يعني ادوكم انتوا شايفين ربنا الاعلم. انا قبل ما بعمل وبصور لكم بكون انا عامله الورقات، عاملاها اللولي ملضماه، الكريستال ملضماه، عشان لما اجي اعمل قدامكم تبقى الدنيا كلها جاهزه ما ياخدش مني وقت. انا كده كده بعمل الخرز وفي نفس الوقت بثبت قوي على الورقات اللي انا حطاها او الوردات اللي انا حطاها، وفي نفس الوقت يعني بدي متانه للهربيس، اي حركات العروسه ترقص اللي تشيله عندها تستخدمه بقى في افراح، تلبسه في كون فرح اخوها فرح اختها، يبقى موجود عندها بنفس المتانه ونفس الشكل، وهي تقدر طبعا تشكله تتنيه تفرده تعمله جانبي، تعمله على الكحكة، تعمله على الخمار، تعمله كمان على النقاب، يمشي في كل الحالات. وانا ان شاء الله اوعدكم ان انا هعمل معاكم التاج للمنقبات برضو، انا مش هنساهم ان شاء الله، يعجبهم قوي قوي قوي، وبرضو لازم يفرحوا، يعني مش عشان هم منقبات لا ما يفرحوش، لا يفرحوا برضو بنقابهم وباحترامهم وبكل حاجة. طبعا انا بلف السلك شوي زي ما انتم شايفين كده وبثبت على الورقات زي ما قلت لكم. خلاص قرب يخلص، بصوا، وان شاء الله الايام اللي جايه برضو انا عايزه برضو ما انساش اكسسوارات العروسه، يعني من عقد والحلق لغويشه لخاتم لاسوره، فانا مش عايزه برضو انسى الحاجات دي واركز على التيجان او الهربيس بس، لان في حاجات تانية العروسه بتلبسها، ممكن اعمل كتافات للفستان، ممكن اعمل حزام للفستان. فان شاء الله الايام الجايه استنوا فيها حاجات كتير قوي ان شاء الله هتحصل باذن الله، تابعوني وان شاء الله يعجبكم كل اللي هقدمه. دي كمان اخر خرزه اهي، فانا بلف السلك كده حواليها وبلف السلك على السلك الكبير وبقصها، وفي حته منها فرحت مدككاها لضمها في الخرزه وتانيها بحيث ان هي ايه ما تشكش اللي هيلبسها، ما تشكش اللي هيستخدمها. ابدا اظبط بقى الورقات واظبط الخرزات اللي انا عملتها واعملها بطريقه اللي هي تبان اللي هي 2 2 3 3 كده، يعني بمسدس الشمع كده هثبت برضو من ورا من غير ما اركب الشريط لسه. جبت انا بقى الشريط ورحت لفها على السلك من قدام، وانا ما لفتش السلك، عملته دايره الا ما لفيت الشريط علشان ما يبقاش يشبك في شعر العروسه، لان انا في الاخر بس انا ما وريتكوش الحته دي، ركبت شرايط كمان عشان تتربط من ورا للعروسة، لو هتحب تشيلها بقى بتفكها، لان انا ايه ربطها كده يعني تشيلها، لو عايزة ان هي تعملها بتعملها برضو. بلزق انا الشريط بمسدس الشمع اهو بالطريقة ديت،
وهاجي بقى على الطرف التاني وهلفها برضو زي ما عملتها في الاول، افضل الفها كده. هتدي شكل حلو لدار السلك عشان ما يطوص، وهتدي كمان شكل حلو للدايرة اللي هنعمل في حتة زيادة كده. قصتها الاول، تنيت السلك، تنيته، بصوا تنيته بالطريقة ديت، وبعد كده ركبت له شريط عشان يتربط على الرسم من ورا. حتى لو هي مش هتحط الكوفرة، مش هتحط لها دبابيس او تحط لها بنس، فهو الشريط راكب تربط بيه. في بقى بقايا الشمع والشعيرات الصغيرة ديت بنشيلها. هو كله عامة كله مع ملضوم، يعني الحمد لله مفيش حاجة هتقع، ولا المظات هتقع ولا خرزات هتقع. هو بس كده نظبطه ونشكله بطريقتنا بالطريقة اللي انتوا عايزينها. ممكن بقى يتعمل مثلث، يتعمل دايرة، ده زي ما ترجع بقى او تحب العروسة. انا عملته لكم على اللي صورته لكم في الاخر، وعملته شكل كده برضو في حركة كده، هتشوفوها يعجبكم ان شاء الله. اتمنى بقى يا رب كده اللي يعجبه الفيديو، والله بنتعب فيه، تعبنا فيه جامد قوي قوي، يعمل لي لايك ويعمل لي سبسكرايب، وما ينساش بقى يبعته لحبايبه عشان لو هم عايزين تيجان او حاجه قولوا لي، وانا اقول لكم السعر على الخاص عندي. اسمع الفيس انتصار العهداوي، اللي عايز يتواصل معايا يتواصل على الماسنجر، واسعار رمزيه يعني مش مغليه السعر ولا حاجه. بصوا الجمال، طبعا في الحقيقه ما اقولكوش، تحفه اهو. بص انا عملت الخرز عشوائي ازاي اللي هو اللولي، عاتي منظر كده احلى ازاي، ما شاء الله. كده يا حبايب قلبي انا خلصت الفيديو، واتمنىكم بقى فرجة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله.